كفاح فتاك هذا المهاجم. في كأس العالم سجل 8 أهداف، في اليورو 7 أهداف، وهاري كين ينفرد بالرقم القياسي كما قلنا لعدد الأهداف في الأدوار الإقصائية لبطولة أمم أوروبا برصيد 6 أهداف متقدمة على أنطوان غريزمان. إذن هاري كين ملك الأرقام القياسية في النسختين الماضيتين لهذا اليورو. شبيه المدرب غاريت ساوثغيت صنع الحدث، ورجل أمن ألماني مثل ما تشاهدون في هذه الصورة. ولدينا أيضا فيديو للأنصار وهم رجل أمن هو. نعم رجل أمن ألماني. هذا اسمح لي هذا شغل كيت ميكسي برونو فرنانديز مع 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 ساوثغيت يخرج لك هذا ميدو. هو مبتسم يلعب مع الأنصار. ولا نجبه. نعم. شباب يعني حد. يشبال برونو فرنانديز ده. لا لا ساوثغيت. لا شوية قلت لك يتشبه ساوث جيت ولا اسمه برونو فرنانديز. نعم هذا الرجل نال شهرة كبيرة في الأيام الماضية. تقريبا تحدثنا عن كل شيء بخصوص هذه المواجهة. المنتخب الإنجليزي سيلاقي المنتخب الإسباني بداية من الساعة 8 ليلا يوم الأحد القادم، لا وجود للمباراة الترتيبية، هي مباراة تحصيل حاصل وإلغاؤها أمر كان منتظرا. تقريبا كل البطولات الكبرى الآن لا تعترف بها المباراة الترتيبية. كأس العالم ما زالوا يلعبون المباراة، في ميدالية برونزية لصاحب المركز الثالث، لذلك تلعب المباراة. وكأس إفريقيا أيضا على ما أعتقد. الكاف ما زال. كاف أيضا ما زال. ما زال. هي مباراة تحصيل حاصل، مباراة غير تحكم منتخبين، ربما تحكم اللاعبين إلى غاية ربما يوم السبت يومين إضافيين. ممكن أيام الراحة راح تكون قليلة لأنه غالبية الأندية الأوروبية عادت للتدريبات تحضيرات الصيفية، خاصة الأندية في البطولات الكبرى. نعم. بدأت تحضيراتها وقريب يبدأوا المباريات الودية انطلاقا. نعم. من الأسبوع المقبل. نعود قليلا لمباراة الأمس، الموهبة الأكثر لمعانا في اليورو حاليا طبعا لامين يامال الذي خطف وسرق الأنظار والأضواء، هدف خيالي وأداء أسطوري قاد به المنتخب الإسباني إلى المباراة النهائية. تخيلوا أن لامين يامال كان يشاهد مباريات اليورو في أحد المراكز التجارية في عام 2021 وقال لم أكن أتخيل أبدا بأني سأصنع التاريخ وسأقود إسبانيا إلى لعب المباراة النهائية. لامين يامال واحد من أفضل المواهب العالمية، هذا هو هدفه الرائع في مباراة أمس أمام المنتخب الإسباني. وقلنا بأنه أصغر من سجل وشارك في يورو 2024 وحطم الرقم القياسي لبولي كأصغر لاعب يسجل في الأدوار نصف النهائية للبطولات الكبرى سواء يورو أو كأس العالم، وكان رجل مباراة أمس وأصبح حديث العالم. أمين. ميسي مايور رقم قياسي آخر. أطول إنسان على مر التاريخ قاعد في 16 سنة، في عمره 16 سنة، ما حبش جاي كبر. ما حبش يكبر. ما لقري وما زالوا 3 أيام برك. نهار قريب 3 أيام 17 سنة، هم يخلوا هذيك 3 أيام باللي قريب 3 أيام يروحوا يضحوا بالك شحال 300 و 61 62 يوم هكذا. هذا رجل تسارع الاحداث ايضا. لا شوف في الامس انا في من عجبني، شوف هذه الطريقه اللي سجل بها، ما في سجل فيها ما بها مع برشلونه، هذه هي الطريقه تاعو تقريبا كيما قال اسامه لا دانيير فوا، عنده طريقه محرز يدخل للعمق يضرب بالرجل اليسرى يونفلوبي، عنده دقه تسديد ما شاء الله. لاعب في هذا السن يقدم مباراة وسجل هدف جميلة بنفس طريقة أمين، اسمح لي شاهدناه. نعم. أمس إذا كان موجود نعيد مشاهدته. فرنسا سنة نعم. بالضبط. نعم. أمام فرنسا يورو أقل من 17 كان في عمره 15 سنة وبضعة أشهر. كان بالقميص رقم 10 مع منتخب إسبانيا أمس، وهذا الهدف اللي سجله أمس هاول الهدف اللي سجله ضد منتخب فرنسا السنة الماضية. عنده نفس طريقة. والمشكلة أمس ميدو سامحني بالأمس اللقطة اللي سبقت المراوغة شغل تمويه داهم في زوج شغل موه بالجسد رايح. نعم. على الجهة اليمنى هما راحوا وعاودوا ولا فتحوا الزاوية. سامحني نكمل برك فكرة ميدو باش ما تروحليش. قلت لك أنا واش عجبني في يامال ماشي الأداء الهجومي، لأن نعرف يامال موسم كامل مع برشلونة واحد من أحسن اللاعبين في الدوري الإسباني واحد من أحسن المواهب في العالم. بالأمس قضى كاع على النقص اللي كان يعاني منه في الدعم الدفاعي، قدم مباراة رائعة دفاعيا بالأمس، قاتل على الكرات، كان يولي دائما يغلق الجهة تاعه ويعاون دفاعيا. البارح قدم مباراة رائعة، أحسن مباراة له منذ بداية الدورة. الآن عنده 3 تمريرات حاسمة وهدف. نعم. يعني حصيلة بالنسبة لي. نعم. شاب في مقتبل العمر، حصيلة أكثر من رائعة. قلت لنا بأن هذه جينات الكرة الإسبانية، بأنه ديلا فوينتي يعني
لازم يلعب بهذه الطريقة. لكن عودية كان له رأي آخر، قال بأنه ديرافوينتي جلب الكثير لهذا المنتخب، يلعب نعم يلعب طريقة الاستحواذ ولكن بطريقة عمودية. هل لك رد على هذا الرأي؟ لا، فمحق فيما قاله بخصوص ديرافوينتي، رغمني بكو فيرتيكاليتي لهذا الكيب لهذا المنتخب الإسباني، لأنه الكرة الإسبانية صحيح في الاستحواذ تيكي تاكا. يوم غيرت جلدك المرة الماضية قلت أن ديرافوينتي لم يجلب الكثير للكرة الإسبانية. شوف مباراة الأمس أمام منتخب فرنسي، الشوط الثاني كنا تحدثنا حتى كي رحنا كيف كيف فريق، حكينا شويه على ما كانت تقوله الصحافه الاسبانيه. امس الجميع اشاد بشوط ثاني لديلافوينتي واعتبره افضل شوط لديلافوينتي منذ بدايه الدوره، سواء من الكوتشينج التسيير في كل شيء. في الصحافه الاسبانيه امس تحدثوا بانه افضل شوط لديلافوينتي في الشوط الثاني، قالوا بانها افضل دوره تقريبا له على راس المنتخب الاسباني في كل الفئات، يعني حتى لما وصل نهائي الاولمبياد مع منتخب اسبانيا اولمبياد 2021 بقياده بيدري وأولمو فابيان رويز، كل هاد اللاعبين يعني تعترف بانه ديلافوينتي جلب الاضافه للمنتخب. نعم جلب الاضافه، لا واحد دفاع الحميه سخانه هكاك شويه تدخل في دي كونتر تشوفي دي كونتراديكسيون. لكن امس صراحه انا قبل المباراه كنت نشوف ممكن انه تبا فهمتكش، كنت متناقض في البدايه ومعك كل حق رشحت المنتخب الاسباني. اول مره رشحت المنتخب الاسباني، قلت بانه لما انا تكلمت على ديلافوينتي وسالتك وقلت لك هل هذا المدرب يعني قادر على انت كنت رشحت منتخب اسبانيا، ولكن مع مرور المباريات وكانك تراجعت ميدو. لا ماشي تراجعت، كان شيء مهم جدا خاصه امس في الدور نصف النهائي. يعني قبل المباراه كنت نتوقع المنتخب الفرنسي يا كيك شوز كي اكومبان لي شامبيون، سي لا شونس، لا شونس اكومبان لي شامبيون. لا انت لم تمت واقفا ميدو، رشحت منتخب اسبانيا قبل بدايه الدوره، ولما وصل النصف النهائي قلت لي فرنسا. لانه كنت اتوقع صراحه كنت نتوقع المنتخب الفرنسي راح يلقى مساحات. حرام تتاهل فرنسا. لا ما جاتش في الحرام ولا في الحلال. كنت باني نظريه انه ممكن انه المنتخب الاسباني بضغطه العالي بغياب كارفاخال بالاستحواذ العالي والمفرط للمنتخب. ماذا قلت لك قبل بدايه المباراه؟ المنتخب الفرنسي راح يلعب الهجمات المرتده. ماذا قلت لك قبل المباراه؟ ماذا قلت الفرنسي؟ تحدثنا عن الدراجات الناريه وبانه القطارات السريعه وخلعتنا بوسائل النقل. كل شيء صار عكس ذلك، المنتخب الاسباني كان شيء اخر. لماذا ميدو؟ لانه قبل المباراه اعطيناك تحليل ميدو، قبل المباراه قلنا لك بانه المنتخب الاسباني قادر يفوز على المنتخب الفرنسي حتى بالفريق الثاني يا ميدو، حتى بوجود 4-5 غيابات المنتخب الاسباني قادر يهزم فرنسا. هذا التحليل لا، هذا التحليل ليس مبني على فراغ وانما مبني على دقه وقوه الملاحظه، لانه اسبانيا في الاشواط الاضافيه امام المانيا فازت عليها وسجلت عليها الهدف الثاني بالمنتخب الثاني، كان خرج يامال وخرج ويليامز وخرج بيدري وخرج لو نورمو واسبانيا وصلت لهم. لذلك قلت لك ربما كنت محقا ميدو في تخوفك من دخول خيسوس نافاس. طبعا الجميع كان متخوفا من هذا، ولكن ديلافوينتي يعرف كيف يدير التغطيه الوقائيه مثل ما يقول زميلنا. قبل ما تمنح الكلمه الامن، كاين شيء اخر بعد دخول فيفيان لما دخل كان 59 دقيقه لعب فيفيان تقريبا لعب شوط واحد مع المدافع لابورت في ثاني ثالث مباريات المنتخب الاسباني امام منتخب البانيا. لما دخل فيفيان كان فيه تغيير اخر، لانه دخل فيفيان، اين دخل فيفيان؟ دخل في محور الدفاع وخرج ناتشو على الجهه اليمنى، اصبح مدافع ايمن، يعني تقريبا تغيير تام في خط الدفاع. رغم ذلك ما ظهرتش الفوارق، ربما باركولا صنع الفارق مع ناتشو في لقطه ولا اثنين بسرعه، لكن ما ظهرتش الفوارق هنا. غلبك عوديه. لا اوكي نعم. هنا شيء واحد يزيد يعطيك شيء اخر، انه هاد اللاعبين تاع المنتخب الاسباني يسون تو سون كونفيونس، اليوم تروح تجيب اي لاعب تخرجه من كرسي الاحتياط ممكن يقدم لك اداء نفس انت وقتك ميدو، انت وقتك، خليني نمر الان الى من امر الى من